الناس اللي عاوزه المجلس العسكري يسيب اداره البلاد ده غلط، وعاوزين يعملوا مجلس مدني انتقالي ما ينفعش، لان الشرطه عندك ضعيفه وفي بلطجه، فالجيش بيدعم موقف الشرطه قصاد اي انتهاك او اي وضع مش مظبوط، وعامل هبه للدوله. لو الجيش شال ايده وعملوا مجلس مدني انتقالي زي ما بيقولوا كده، البلطجه هتزيد اكتر. في ناس بلطجيه بيقفوا على الدائري، بيوقفوا العربيه يقولوا صاحبها انزل، ومجهز عقد بيع وشراء. شفت البلطجه وصلت درجه ايه؟ خدت بالك؟ مش يعني الكلام ده لو صح وبيطلعوا الشقق وبيتهجموا وفي قتل في الشوارع. انا عن نفسي جربت اتسرقت، رحت اعمل محضر، الشرطه ما تقدرش تجيب اللي انت اتهمته في السرقه دي تاخد اقواله، ولو انت جبت له حكم ما بيتنفذش، ما فيش تنفيذ احكام، الشرطه موجوده منظر بس. فالمجلس العسكري هو اللي حمى الثوره، وهو اللي عامل هبه للدوله، وهو اللي بيدعم موقف الشرطه قصاد اي قصاد اي اوضاع مش مظبوطه. خدت بالك معايا؟ فلابد عن وجود المجلس العسكري. طب انت تابع حزب ايه يا حاج؟ خدت بالك؟